كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. اليوم راه تقدر دير الخدمات ديال البنكة من الدار، دونك خاصنا ندخلو هذا اللقاء بمدينة الناظور داخل من ضمن اللقاءات اللي المكتب ديالنا الدراسات تيرصاو عليه الصفقات باش يدير التتبع نتاع برامج عمل ديال الجماعات المحلية. وهنا في الناظور كانت واحد من بارتيكولاريتي الى سمحتوا، اللي هي ان المجتمع المدني مشارك في هذا الدوره نتاع تشخيص نتاع حاجيات المدينه باش يمكن ترقى المجموعه ديال الخدمات اللي يرضى عليها المواطن. اليوم كاين برنامج عمل اللي كتوجدوه جماعه ديال الناظور بشراكه مع واحد المجموعه اللي هي المتدخلين، راهو هما المجتمع المدني ولا المواطنين ولا مجموعه ديال الشركاء اللي كيهمونا كجماعه من المصالح الخارجيه. من بين المحاور اللي عندنا هي هما خمسه المحاور، محاور اللي هي مهمه والحمد لله تعطت اتفاقيه مع واحد المكتب ديال الدراسات اللي عنده تجربه من اجل باش نديروا واحد برنامج عمل المستقبلي ديال المده ديال 6 سنين اللي كينص عليه القانون في اطار القانون التنظيمي ان شاء الله، باش كيفاش المسؤولين ولا الجمعيات ولا المواطنين بصفه عامه من اجل باش يديروا اقتراحات اللي غنخدموا عليهم في هذه الاونه الجايه ان شاء الله. اليوم كان هذا اليوم الثاني ومجلس جماعه الناظور كينضم واحد المجموعه ديال الورشات الموضوعاتية من أجل يعني وضع واحد البرنامج ديال العمل الجماعة، وهذه الورشات شاركوا فيها واحد العدد ديال الجمعيات، واحد العدد ديال الفاعلين يعني الاقتصاديين والاجتماعيين بالمدينة، وكنتوخاو إن شاء الله من خلال هذا البرنامج هذا اللي غادي نوضعوه باش إن شاء الله في 6 سنوات المقبلة يكون عندها واحد نتائج يعني جد جيدة على الساكنة إن شاء الله، ويكون عندها أثر إيجابي على المدينة. أشكركم على حضوركم هذه الورشة، هذه الورشة التي تأتي في إطار الإعداد لبرنامج عمل الجماعة. هذا البرنامج الذي انطلقته الرسمية بتاريخ 4 أكتوبر 2017، وهذا اللقاء طبعا يأتي بعد إحداث 5 لجان ب5 محاور، محور الحكامة ومحور الحكامة الذي نعقده الآن هو محور البيئة ومحور التعمير ثم محور الاقتصادي ثم محور الشؤون الثقافية والاجتماعية. طبعا هذا البرنامج يتم بمقاربة تشاركية مع المجتمع المدني والنخب والفاعلين الاقتصاديين والمصالح الخارجية. طبعا المجلس عازم على أن يكون هذا البرنامج عمل يعكس الإرادة الحقيقية لمواطنين. كما تلاحظوا أننا نتواجد اليوم هنا بقاعة الاجتماعات بعمالة إقليم الناظور لحضور ورشة الموضوعاتية اللي وفرها المجلس البلدي لمدينة الناظور. حقيقة الورشات البارحة والورشات ديال تصبح هذا والورشات اللي نحن نتواجد بها يعني في صميم الموضوع الفاعل للجمعويين، وتنحيي رئيس المجلس البلدي على هذه المبادرة هذه اللي دارها لفائدة الفاعلين الجمعويين، وشكرا لكم.